بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله تعالى بنتكلم على الترابل شوتينج دي ان اي سيكونسينج بروبلمز، يعني ايه اللي بيحصل اثناء او المشاكل اللي بتحصل اثناء عمليه سلسله الدي ان اي. سلسله الدي ان اي او الدي ان اي سيكونسينج يعني خلال مرحله التعرف على تتابعات شريط الدي ان اي او خيط الدي ان اي. في مجموعه كبيره طبعا من المشاكل هنتكلم عليها في هذه المحاضره. طبعا بنتمنى ان احنا ان الناس كلها تبقى عامله ميوت للصوت وباذن الله تعالى، وتعمل طبعا يعني تغلق او تيرن اوف للفيديو اللي خاص بيها دلوقتي بحيث ما يحصلش اي انتربشن. لازم نعرف قبل ما نبدا ان القواعد البيانات كلها سهله جدا الدخول عليها، او بيسموها بابليكلي اكسسبل، يعني من السهل الدخول عليها ومتاحه للجميع، ويتم في قواعد البيانات دي تخزين ونشر طبعا المعلومات، وبالإضافة اللي طبعا هذه المعلومات بتفيد الباحثين وبتفيد المشاريع البحثية. ولكن في من الطبيعي انك تجد في هذه القواعد مجموعة من الأخطاء. قد تكون هذه الأخطاء في الفورمات او في الصيغة اللي محطوط بيها الداتا، او ممكن تكون في الانوتيشن اللي هو في المعلومات اللي موجودة مع السيكونس، او حتى في التتابعات نفسها، يعني التتابعات اللي تم رفعها ممكن تجد فيها أخطاء. عشان كده مش كل التتابعات اللي موجودة على قواعد البيانات بتبقى سليمة تقدر تعتمد عليها 100%. واحنا كنا اتكلمنا في الموضوع بتاع قواعد البيانات ده، ان هناك قواعد بيانات بيتم مراجعتها عن طريق مجموعة من العلماء، ودي اللي بيسموها curated، وفي مجموعة بيانات اخرى او قواعد بيانات اخرى ما بيتمش المراجعة عليها بشكل كبير. ولكن دايما بيبقى في سيكشن في قواعد البيانات يبقى انت متأكد ان هذه المعلومات صحيحة ومنشورة وتمت المراجعة عليها من قبل مجموعة من العلماء او من الهيومن اي، يعني في واحد شافها وراجع على هذه البيانات قبل رفعها، دول اللي بيسموها curated information. زي ما قلت في مشكلة ممكن تبقى موجودة في الفورمات او في طبعا ودي دلوقتي، او حتى في السيكونس او التتابعات، ودي من الطبيعي انك تجدها. وطبعا ده موجود دايما في قواعد البيانات الخاصه بالنيوكليوتايدز، اللي هي قواعد البيانات اللي فيها النيوكليوتايدز او السيكونسز بتاعه. وطبعا محدش يقدر يعدل الاخطاء، هذه الاخطاء اللي في التتابعات دي، الا العلماء اللي رفعوها، يعني العالم اللي رفع هذا السيكونس هو الوحيد اللي يقدر يعدل. فيمكن انتوا لاحظتوا في المحاضره اللي فاتت كنا بنتكلم في المدول الثاني، كنا بنتكلم على الفيرجنز، يعني ايه الفيرجن؟ يعني الاصدار بتاع التتابع. كان في تتابعات تقول لك ده الاصدار الاولاني او فيرجن 1 بيسموها بوينت 1، يعني تلاقي الاكسيشن نمبر او الرقم اللي هو الرقم الكودي، وبعدين تلاقي بوينت 1. بوينت 1 يعني الاصدار الاولاني لهذا التتابع، ممكن تبص بعديها ما يسمى بالبوينت 2، الاصدار الثاني لهذا التتابع. فدايما في اكسيشن نمبر واحد للتتابع او لهذا الريكورد، ولكن ممكن تلاقيه في اصدار تاني او تالت لنفس السيكونس. اللي بيعمل اصدار التاني او التالت هو العالم اللي عمل الاصدار الاول، او اللي هو العالم اللي عمل سبميشن لهذا التتابع، هو الوحيد اللي يقدر انه يرفع الداتا ويعمل موديفيكيشن فيها او يعمل تغيير. دي طبعا لو هذه الاخطاء لو احنا ما خدناش بالنا منها ليها تأثير كبير جدا بعد كده على الابحاث بتاعتنا لو احنا خدناها واشتغلنا بيها. فبالتالي لو كان مثلا في سيكونس او تتابع محطوط بالخطا على قاعده البيانات، لو انا صممت على اساسه برايمر والبرايمر اصممها على هذا على بناء على هذا الخطا، انا بعد كده شغلي كله هيبقى خطا. العدد بتاع التتابعات في بتاعه الدي ان اي في قواعد البيانات بيكبر بشكل كبير جدا، وطبعا كل ما بيكبر العدد كل ما بتكبر الاخطاء. عشان كده قواعد البيانات دي بتعتبر الاساس اللي بيتم عليه الابحاث في البايوانفورماتكس والجينومكس على مستوى العالم. فكل لما تبقى هذه المعلومات دقيقه وصحيحه، كل ما يبقى بيدي انديكيشن او بيدي قوه للريسيرش او البحث العلمي في مجال البايوانفورماتكس والجينومكس. فبالتالي لازم تكون عندك القدره على انك تختبر الاساس اللي تقدر تستخلص بيه معلومات بشكل مظبوط، وتقدر انك تتعرف على هذه الاخطاء. التتابعات او الاخطاء ديت
دي بتطلع دايما هذه الاخطاء بالذات في موضوع السيكونسنج. دايما لما بتعمل دي ان ايه سيكونسنج بيبقى فيه كومن ميستيكس، يعني كومن ميستيكس بسبب التكنيك نفسه، التكنيك اللي احنا بنستخدمه في عمليه السيكونسنج. من الطبيعي انك تلاقي في او في المعامل بتاعه المولكيولر بيولوجي مجموعه من الاخطاء بتسبب اخطاء في السيكونس، في السيكونس اللي طالع من هذه المعامل. وبالتالي بتبقى يعني من الصعوبه ان احنا نحدد ايه المشكله كانت جت منين. يعني المشكله السيكونس بتاعنا طلع ليه مش مظبوط، ليه مش طالع قرايته مش مظبوطه. فعشان كده لازم يبقى عندنا بعض الهنتس او بعض الفيتشرز اللي احنا نقدر عن طريقها نقدر نقول والله الشكل ده بيطلع بسبب كذا، الشكل ده بيطلع بسبب كذا وهكذا. ففي اسباب محدده او معروفه بتسبب الفشل في عمليه دي ان ايه سيكونسنج. يعني في اسباب اقدر اقول والله دايما الحاجه الفلانيه دي لما بتحصل بتسبب في فشل في عمليه السيكونسنج بشكل كويس. فاحنا لازم بنتعرف او في هذه المحاضره بنتعرف على الكومن بروبلمز او الكومن كوزز، يعني ايه الاسباب الاساسيه او المعتاده اللي بتسبب بروبلمز او بتسبب مشاكل في عمليه السيكونسنج. ولو اتعرفنا على السبب هنقدر نتغلب عليه. فبالتالي لازم نعرف السبب ايه، الشكل ده بيطلع بسبب ايه، وبالتالي اقدر ان انا اتغلب عليه عشان احسن الكواليتي بتاع السيكونسنج ريزلت بتاعتي. فالحاجه اللي بتقدر تخليني ان انا اتعرف بشكل يعني بشكل كويس على ايه سبب المشاكل اللي عندي هي الرو فايل. الرو فايل اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضرات اللي فاتت، الرو فايل ده بيديني لما بفتحه عن طريق برنامج زي الفينش تي في مثلا، بيقدر هذا البرنامج بيطلع لي الرو فايل بشكل اقدر ان انا اتعرف على المشاكل اللي بتقابلني. ودي من المميزات بتاع برنامج الفينش تي في اللي اتكلمنا عليه في المحاضرات اللي فاتت. بنقدر ان انا اشوف الاخطاء اللي ممكن تكون حدثت في السيكونس عندي وازاي ممكن اعالجها. واول خطأ او اول مشكلة عندي بتظهر عندي حاجة اسمها المالتيبل اوفرلابينج بيكس. المالتيبل اوفرلابينج بيكس دي عبارة عن مجموعة من البيكس هنلاقيها زي الشكل اللي باين قدامنا كده، حصل اوفرلاب في البيكس. يعني زي هنا لو تشوفوا السهم اللي ظهر هنا او هنا او هنا، كل دي عبارة عن بيكس حصل اوفرلابينج فوق بعض. ودي دايما بتحصل لو احنا كان الكولونيز اللي بتعمل بيها سيكونسنج حصل في مالتيبل كولونيز تم واخدها. يعني ما خدتش انت كولوني او مستعمره واحده عشان تعمل لها، ده انت خدت اكتر من كولوني وانت بتعمل بيكنج للكولونيز، فحصل خلط او كونتامينيشن ما بين الكولونيز. او ان في دخل جوه الكولوني البكتيريا اللي بتعمل فيها كلونينج دخل فيها مور تو اور مور ذان انسرت، يعني قطعه دي ان ايه مش دخلت قطعه دي ان ايه واحده بس، ده ممكن تكون دخلت في البلازميد اللي انت بتعمل بيه كلونينج قطعتين او اكثر. فبالتالي لما بيحصل كده بيحصل موضوع شكل الاوفرلابنج بيكس اللي احنا بنشوفه ده. يبقى لما تشوف الشكل اللي قدامك ده اللي هو فيه اوفرلابنج للبيكس، في اكتر من بيك فوق بعض، دوت بيبقى بسبب المالتيبل بيكس دي، بسبب عمليه زي ما قلت ان في مالتيبل كولونيز او بيسموها كلون كونتامينيشن، يعني خط اكتر من مستعمره بكتيريه بالخطا، او ان المستعمره الواحده حصل فيها عملية مور ذان انسرت، يعني فيها اكتر من قطعة دي ان اي دخلت جواها، خطأ في التكنيك نفسه. فدي بيسموها الهيتيروزايجس بي سي ار تمبلت، يعني التمبلت بقى فيه هيتيروزايجس، فيه نسخ مختلفة ما بينها، بتكون بسبب برضو اللي بتعمل يعني مشكلة في عملية السيكونسنج زي ما بنقول. والحاجة الثالثة، السبب الثالث، الامبيورتي في البي سي ار برودكت، يعني بتسبب ان القطعة دي ان اي اللي طلعت فيها امبيورتي، يعني فيها نوع من انواع التلوث، impurity يعني مش نقي، يعني ليس نقية اللي فيها contamination بقطع اخرى. طيب دي اول مشكلة اللي هي اللي احنا كل اتكلمنا عليها وديت وعرفنا اسبابها ايه. الشكل التاني اللي ممكن يحصل هو المالتيبل بايندنج، والحاجات في بعض الحاجات قريبة من بعض. المالتيبل بايندنج يعني ممكن يكون مثلا هنلاقي في تو اور مور بيكس قريبين من بعض، يعني ممكن تلاقي ده بيبقى معناه ايه، ده بيبقى البرايمر نفسه في مسك مش في مكان واحد بس في عمليه السيكونسنج، ولكن مسك في مكانين مثلا او اكثر.
دي بتسبب ان بتلاقي في بيكس او اكتر في المكان الواحد. المكان الواحد هتلاقي فيها بيك او اكتر، يعني زي هنا هتلاقي في البوزيشن المعين هتلاقي فيها اكتر من بيك زي هنا في نفس المكان. دي برضو بتحصل بسبب زي ما قلت بسبب المالتيبل بايندنج للبرايمر. وهتبص تلاقي ان دايما البيكس ممكن تبقى قريبين من بعض في الطول، وزي ما شايفين بتحصل في different location، يعني في مناطق مختلفة من الـ DNA. زي ما قلنا السبب فيها ان ممكن يكون في اكتر من تمبلت موجود واكتر من مكان للبايندنج سايت بتاع البرايمر جوه التمبلت نفسه، يعني البرايمر ممكن يمسك في مكان او اكثر جوه التمبلت جوه الخيط، فبالتالي بيطلع لك قراءات بتبقى اوفرلاب مع بعضيها زي ما شايفين في الصوره اللي موجوده. دي برضو من الاخطاء الشائعه. الخطا الثالث وهو الكومبريشن ديو تو سكندري ستراكشر. دي بقى بيحصل ايه؟ بيظهر الشكل زي الشكل اللي قدامي في الصوره ده. في الشكل ده بيظهر ليه؟ ده بسبب التركيب الثانوي او الشكل الثانوي اللي بيحصل في الدين. يعني ايه بيحصل؟ يعني بنلاقي ان ممكن الدين ايه او الفراجمنت دي اللي انا بعمل لها سيكونسنج تعمل لوبينج على بعضها، بتكون سكندري ستراكشر، يعني بتكون تركيب ثانوي مش التركيب بتاعها المظبوط بتاعها. وبسبب ده بنلاقي ان بسبب السكندري ستراكشر بيحصل عمليه مثلا فولدنج او مخاطئ، فبنلاقي الفراجمنت نفسها اللي مختلفه في الاطوال بتتحرك كانها قطع، يعني مع انها مختلفه في الطول في الكبسول فراجمنت، لكن بسبب عمليه السكندري ستراكشر دي ممكن تدي نفس الحجم بتاع قطعه تانية. يعني ممكن حجم قطعه صغيره تدي حجم قطعه كبيره بسبب ان حصل فيها سكندري ستراكشر زي ما هنشوف بعد كده. فبنلاقي ان في مالتيبل بيكس في بارتيكولر بوينت، يعني بنيجي في منطقه معينه زي المنطقه اللي هي موجوده من اول هنا، من اول اللي انا حط عليها الاشاره الحمراء دي، هنبص نلاقي ان اتغير الاحجام مختلفه تماما عن اللي قبليها، حصل لخبطه. ولو تاخدوا بالكم هتلاقوا فوق البيكس دي هتلاقي في ان، يعني النقط دي معرفش ان هنا وان هنا وان هنا وهنا وهكذا، كل دي حصل لخبطه في البيكس. فبيحصل ده بتسبب بسبب ايه؟ ده بتحصل بسبب لما يكون في كونسنتريشن في الجين ده او في هذه القطعه للجي سي كونتنت او الاي تي كونتنت. لما بيحصل بقى في نسبه كبيره من الجي سي او الاي تي، يعني مثلا عدد كبير ورا بعض او كذا، بيحصل عمليه السكندري ستراكشر فورميشن، والسكندري ستراكشر فورميشن او التركيب الثانوي للدي ان ايه اللي بيعطل عمليه السيكونسنج بشكل او بيلخبط القراءه بشكل كبير، وبيظهر الشكل زي الصوره اللي ظاهره قدامكم. طيب النوع التاني اللي هو عباره عن ما يسمى بالخطا اللي جاي من ما يسمى الميكسد بيز. الميكسد بيز ده بيبقى فيه اوفرلابنج تو، يعني في اتنين من البيكس بتبقى برضو بيحصل فيها اوفرلابنج، ولكن بيبقى فيه واحد نص التاني، الهايت او الطول بتاع البيك الواحد زي ده نص اللي قبله وهكذا، ده نص اللي قبله. الاوفرلابنج اللي بيحصل ده بيحصل لو شفت الشكل ده بيحصل نتيجة ايه؟ يا اما يكون في سناب، يعني ايه سنجل نيوكليوتيد بروبورفيز، في طفره غيرت، يعني موجود من هذه القطعه موجود منها طفره مختلفه، او ان في بوينت ميوتيشن، يعني طفره برضو في طفره في يا اما سناب يا اما بوينت ميوتيشن. طبعا بوينت ميوتيشن بتعمل برضو يعني في يا اما طفره حصلت في هذا الموقع يا اما يكون في سناب طبيعي، طفره موجوده طبيعيه، او في اختلاف اللي هو سنجل نيوكليوتيد بوليمورفيزم. كلمه سناب يعني سنجل نيوكليوتيد بوليمورفيزم، في اختلاف في هذه القاعده في خيط عن الخيط الثاني. فهتبص تلاقي حتى الموجوده اللي عندها السهم ده اللي هو السهم الاسمر ده هنا محطوط واي. واي معناها ايه؟ يعني هنا في باريميدينات مثلا اللي هو زي ممكن يبقى سيتوزين او يبقى ثيامين مثلا، نفس الكلام هنا. وبالتالي انا مش عارف ايه بالظبط القاعده اللي موجوده، هل سيتوزين او هي ثيامين او ايه اللي موجوده هنا بالظبط. فبالتالي هي دي اللي بتبقى فيها اوفرلاب زي ما انتم شايفين، بيبقى تو بيكس مختلطين ببعض ما انتش عارف انهي واحده فيهم اللي مظبوطه. ده اسمه الميكسد بيز، او ان بيبقى فيه اختلاط في بقى نقطه مهمه جدا اللي بيسموها برايمر ديجريديشن. برايمر ديجريديشن دي اللي هو زي بيحصل تكسير او في البرايمر نفسه، او البرايمر نفسه ما بيبقاش
كامل في مشكلة، ودي عندي منها حالتين ولازم نعرف بس الفرق ما بينهم عشان نبقى نقدر ان احنا نستوعب. الشكل الاولاني حاجة اسمها البرايمر ديجريديشن، ان ناقص واحد. ان ناقص واحد دي يعني ايه؟ يعني من الاول، من قبل البداية، من اول السيكونس بنبص نلاقي ان في اللو بيكس، يعني في بيكس بس قليلة، بتبان هذه البيكس الصغيرة تحت البيكس الكبيرة، ودي بيسموها برايمر ديجريديشن. لو انت بصيت من اول خالص كده، من اول حاجه هتبص تلاقي في خيط صغير ماشي تحت الخط عندي اهو، البيكس الصغيره دي شايفينها تحت خالص ماشي مع البيكس الكبيره، او اللي هو البيكس اللي هي موجود فيها اللي مظبوطه اللي بتتقري. يبقى في بيكس كبيره اللي هي عامله زي الجبال دي بتقري مظبوطه، وفي بيكس تحتيها او في خط تحتيها صغير جدا، ودي بسبب ان حصل برايمر ديجريديشن. يعني ايه برايمر ديجريديشن؟ زي ما قلت حصل تكسير في البرايمر نفسه، وده بيبقى بيسبب هذه المشكله، بيبقى بسبب باي برودكت. يعني ايه باي برودكت؟ يعني اثناء وانت بتعمل برايمر سينسز، مش كل البرايمر طلعت سليمه، وانت في تخليق البرايمر مش كل البرايمر طلعت برايمرات كامله، ممكن يبقى جزء من البرايمر اتعمل وبرده موجود عندك جوه الميكشر بتاعك. فدي بسبب ده اللي بيسموه البرايمر ديجريديشن، وبالتالي ده خطأ في الديزايننج بتاع البرايمر، مش في الخطأ في الشغل بتاعك، ولكن في الديزايننج بتاع البرايمر. فانت بتعرفها ازاي الحكاية دي؟ عن طريق وجود هذا الخط الدقيق الصغير اللي بيمر من تحت، يعني الخط اللو بيسموه اللو بيكس اللي موجود اندر ده، دوت هو ده اللي بيتسبب فيه هو البرايمر ديجريديشن. ودي بيسموها اللي فاتت دي كنا بنسميها ال N ناقص واحد. في حاجة تانية أو شكل تاني اسمه ال N بلس وان، وده بيحصل لما وده بيبقى شكله يعني المتعارف عليه إن بتلاقي فيه بيكس كبيرة الأول، وبعد كده نبدأ تظهر بقى البيكس الصغيرة دي بعد كده. اللو بيكس ده بتظهر بعد ميجور بيك، يعني في بيك كبيرة ظهرت وبعد كده بتظهر اللو بيكس اللي هي الموجودة تحت دي. يبقى الأول الامور بتمشي عادي كانها موجوده الميجور بيك، بعد كده في نقطه معينه هتلاقي اللو بيكس بتبدا تظهر. دي شكل تاني من البرايمر ديجريديشن، ولكن دوت زي ما قلنا اسمها ان بلس 1 برايمر. يبقى ان ماينس 1 برايمر بلس 1 برايمر، الاثنين بيحصل بسبب مشكله في البرايمر اللي بيستخدم في عمليه السيكونسنج. طيب اللي برضو بيحصل حاجة اسمها الفريم شيفت ميوتيشن، وكنا كلمنا عليها في الموديولات الأولانية، اللي هي طفرة الفريم شيفت أو تغير إطار القراءة. الفريم شيفت ميوتيشن دي طبعا ليها أسباب كثيرة بيولوجية عارفينها، طفرات زي طفرات الاند اللي هو لما بيحصل حذف أو إضافة، أو حذف أو إضافة في القواعد اللي هي في جوه السيكونس اللي هو بيسموها deletion or insertion. فالفريم شيفت ميوتيشن دي برضه بتسبب شكل، برضه بنلاقي ان في لور بيك برضه بنلاقيها ظاهره في موجوده تحت، ولكن بتبقى بتظهر مره واحده. يعني بنلاقيها بعد ما بيحصل الفريم شيفت المشكله مثلا بتظهر، او يعني مثلا هنا حصل فريم شيفت هنا عند مثلا الان اللي موجوده هنا اللي هو 360، عند 361 بقى اللي هي الان اللي موجوده هنا حصلت طفره، فبص الاقي ان حصل اللور بيك ابتدت تظهر. فاللور بيك هنا بتظهر مره واحده، يعني الفرق بينها وبين اللي قبليها اللور بيك هناك بتظهر من الاول خالص في الان ماينس 1، لكن هنا ما بتظهرش من الاول، هنا بتظهر في نقطه معينه بتلاقيها ظهرت مره واحده. دي تبقى في فريم شيفت ميوتيشن حصلت، وبالتالي تسببت في اللور بيك اللي ظهر عندي. عندي نوع اخر من الاخطاء اسمه الربط سيجنال لوز. الربط سيجنال لوز اللي هو عباره عن فقدان في السيجنال في الاشاره. يعني ايه فقدان في الاشاره؟ ان اللي هو عمال يقرا البيكس مره واحده حصل فقدان في الاشاره، حصل سادن دروب، يعني حصل سقوط مفاجئ كده مره واحده، زي الحته اللي في الاخر دي لو تشوف هتلاقي كانت ماشيه كويس وبعدين كده حصل دروب. طبعا في الاول برضو هنا في مشكله، ان انا هنا مش واضح ان كان في مشكله في البروبلمز، لكن المره اللي في الاخر دي في صدد روب حصل، وبالتالي في اماكن او بيحصل فيها صدد روب بيبقى القرايه فيها مش مظبوطه خالص، فدي بيسموها صدد روب في الدي ان اي سيكونس سيجنالز، ودي بيبقى سبب
سكند ريستراكشر برضو اللي بيحصل في التمبلت بتاع الدي ان ايه في النقطه اللي حصل فيها دروب، او نسبه الجي سي والاي تي كونتنت لما بتعلى زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب الجراديوال لوس، جراديوال لوس دي برضو شكل تاني، دي سهله ان انت بتبص تلاقي في حصل البيكس ماشيه معاك عاليه كده مستواها كويس، مره واحده بتلاقي عماله تقل 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 تقل، بتنزل الكواليتي بتاعتها، البيك المستوى بتاعها او الحجم بتاعها بيقل. دوت برضو بسبب الهاي كونسنتريشن بتاع الدي ان اي تمبلت، لو زودت التركيز بتاع الدي ان اي تمبلت او البرايمر جوه جوه التفاعل بتاعك بيعمل موضوع السادن لوس ده او جراديوال لوس ده، اسف جراديوال لوس، بيحصل بسبب زياده في نسبه او تركيز نسبه الدي ان اي اللي انت بتحطه في التفاعل او نسبه البرايمر، او ان انت بتبقى الدي ان اي بتاعك فيه نسبه جي سي او اي تي كونتنت عاليه، زي المنطقه اللي في الاخر دي لو خدتوا بالكم منها، المنطقه دي في تي 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 اي وبعد تي 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 اي وهكذا، نسبه تي تي اي عاليه دي بتعمل السادن دروب دوت، او حتى مش سادن اسف الجراديوال دروب دوت، او اللي هو الفقدان التدريجي، بتحصل هذا الفقدان التدريجي بسبب وجود هذه المنطقه اللي بتبقى فيها نسبه اي تي عاليه او نسبه جي سي عاليه. في شكل اخر برضو بنلاحظه، برضو الكلام ده برضو لما بتبقى الامور بنلاقي الشكل ده بيبقى بيظهر قدامنا، حاجه اسمها البرود اور اودلي شيب بيكس، يعني الشكل اللي هو بيبقى فيه البيك عريضه، مش بقى بيك مظبوطه ولكن بتلاقيها عريضه وبشكل غريب شويه زي اللي موجوده اللي انا مشاور عليهم بالاسهم دي، ودي دي بيحصل البيكس دي في اللي ممكن تحصل يوجوالي بتبقى ظاهره في بدايه عمليه السيكونسنج، يعني اول ما بتبدا السيكونسنج بيبقى ظاهر عندك الاشكال الغريبه دي، ودي بيبقى فيه زي ما نقول كونتامينيشن او امبيوريتي، يعني بالسولت، يعني نسبه الاملاح اللي انت حاططها في بشكل عالي، فبالتالي بيسبب، وده سببه طبعا وانت بتعزل الدي ان ايه ما غسلتش او ما عملتش كليننج للدي ان ايه بشكل كويس، يعني عمليه الووشنج يا جماعه بتاعه الدي ان ايه بعد الايزوليشن دي مهمه جدا، فعشان كده ممكن البروتوكول بتاعك انت استخلصت الدي ان ايه وما عملتلوش عمليه الووشنج اللي احنا المفروض بنعملها بعد ما تستخلص الدي ان ايه، واستخدمته على طول في السيكونسنج ماشين، فبتظهر لك الاشكال الغريبه اللي موجوده اللي بيسموها برود اور اودلي شيب سبيكس، اللي هي موجوده هنا دي او هنا دي، كل دي ممكن تظهر لك بسبب الامبيوريتي بتاع او نسبه السولت العاليه اللي موجوده، اللي احنا بتتكون نتيجه عدم الووشنج المظبوط او عدم غسل الدي ان اي بعد عزله بشكل كويس. الشكل الاخر اللي احنا بنشوفه برضو اللي هو بيسموه سبايكس او دايبلوبس، الشكل ده لو ظهر لك ده ليه سببين، ده بيسموه ده بيسبب اوفيكس، دي بتبقى هاي انتنسيتي، يعني بيبقى الشارب بيكس عاليه جدا وقويه جدا، شارب يعني قويه، ودايما بتظهر بشكل راندوم او شكل عشوائي جوه السيكونس، والسبايكس دي اللي بتظهر دي ليها سببين مهمين جدا بيحصلوا. اول حاجه الداي لما تبقى زياده، يعني نسبه الداي او الصبغه الزائده بتعمل السبايكس دي او الدايبلوب، عشان كده بيسموها الدايبلوبس. الحاجه الثانيه المايكرو بابلز اللي هي فقاعات الهواء اللي ممكن تكون عندك في المحلول، يعني في الرياكشن سوليوشن اللي انت بتستخدمه، برضو دي لو دخلت فيه بابلز يعني صغيره ودخلت عن طريق في الديتكتور هتسبب برضو هذه السبايكس اللي ظاهره قدامي. دول السببين اللي ممكن يسببوا للسبايكس دي. طيب يا ترى ايه بقى الشكل المثالي اللي ممكن نشوفه واللي يكونش فيه اخطاء؟ الشكل المثالي هو الشكل اللي قدامنا ده، اللي هو عباره عن ايه، كل قاعده موجود عليها البيك كده، بس كل قاعده ليها بيك ومفيش تداخل بين البيك والتاني، وزي ما انتم شايفين فوق الكيو سكور مظبوط بتاعها، الكيو سكور واضح وجميل اللي هو الكيو سكور اللي فوق اللي احنا كنا عليه، وزي ما الخط زي ما انتم شايفين البار معدي الخط اللي في النص، زي ما انتم شايفين البار معدي الخط اللي هو الرقيق اللي في النص اللي هو عباره عن المنقط الازرق ده، الازرق فاتح اللي منقط ده، وفي بارز موجوده، هتلاقي كل قاعده زي مثلا A هنا فيها بار واضح اللي هو لونه رمادي،
والبيك بتاعها واضح ومفيش تداخل بين البيكس وبين اللي جنبيها. طب يا ترى الشكل ده لو ما ظهرليش على البرامج زي الفينش تي في او الميجا او كده وانا بشتغل، يا ترى اعمل ايه؟ لو لقيت الاشكال اللي فاتت دي موجودة، مفيش قدامي حل غير ان انا اعيد السيكونسنج تاني. لو كان الشكل ده منتشر، يعني مش لو جزء صغير في الاول او في الاخر مش مشكلة، بحذفه، بحذف القطع اللي فيها مشكلة دي او اللي فيها سيكونسنج خطأ، بعمل عملية ديليت ليها. يعني لو السيكونسنج او الجزء اللي انا بعمله سيكونسنج فيه مشكلة، بعمل عملية ديليت لهذا الجزء زي ما احنا شايفين، وببدأ اكمل شغلي عادي. لكن لو كان الشكل موجود او منتشر في كل السيكونس عندي، لا، بعيده من اول وجديد عشان خاطر كده هيديني بيانات خاطئة. طبعا دي بشكل عام او شكل بسيط الاخطاء الشائعة في عملية السيكونسنج او اللي بتظهر قدامنا في السيكونسز اللي احنا بنستخدمها او اللي بتطلع لنا من اجهزة السيكونسنج وكيفية التعامل معها واسبابها ايه عشان نقدر ان احنا نعالجها. في المحاضرة دي انا هبعت لكم الPDF بتاعها، عايزين نجاوب بس على الاسئلة، الثلاث اسئلة دولت، والمرة الجاية بإذن الله هنشوف اجاباتهم ايه، بس الناس تبدأ تجتهد فيها. اول حاجة، يا ترى ايه الاسباب اللي بتؤدي للكونتامينيشن، او ازاي الكونتامينيشن بيؤدي افكت السيكونسنج، يعني بيأثر على عملية السيكونسنج، وايه الاخطاء اللي بتحصل نتيجة عملية الكونتامينيشن. تاني حاجة، الكومون ايرور اللي بتحصل اثناء السيكونسنج وازاي ان احنا نمنعها. والسؤال التالت بيتكلم على الحالات اللي احنا ممكن لازم نعمل فيها ري سيكونسنج مرة تانية للسامبل، يعني ايه الحالات اللي بتقول لا والله دوت لازم نعيد عملية السلسلة مرة أخرى. إحنا كده خلصنا المحاضرة بتاعة النهاردة، وأتمنى إن الناس تجاوب على الأسئلة اللي تم وضعها، وعشان المرة الجاية بإذن الله لما ناخد المحاضرة القادمة نبقى عارفين إزاي نجاوب عليها ونستفيد من المحتوى العلمي بتاع هذه المحاضرة. وبإذن الله تعالى أول ما تنتهي المحاضرة هرفع لكم الPDF بتاعها على الجروبات بتاعتكم عشان تقدروا تستفيدوا منها وتقروها تاني وتجاوبوا على الأسئلة من داخل المحاضرة زي ما نشوف بعد كده.